البلدة الأكسل. ماذا على لائحة اليوم؟ تلميع حذائي، تلميع حذاء الآخر، كتابة خطاب جديد، تفحص مقياس الطاقة، أكل موزة. تفحص مقياس الطاقة، هل مر عام على هذا؟ لا أصدق. أين هي الكرة الصفراء؟ أنا لا أرى كرة صفراء. إنها موجودة تحت. لا، لما الطاقة في البلدة منخفضة جدا؟ لما لا يلعب الأولاد؟ اقتربوا يا أولاد، لكي تحصلوا على قرن من المثلجات لذيذة، كلوا ما شئتم مقابل قرش واحد. شكرا لك، لا أصدق كم أكلت من المثلجات. أنا أيضا. أنا التالي، هل لديك مسحوق حلوى الشوكولاتة المقرمشة؟ ماذا؟ إنه يسأل عن الشيء الوحيد الذي لا أملكه. ما الذي قلته؟ لا لا لا، لا تذهب بعيدا، سوف أعود حالا. حسنا. لا، أيها الأولاد، عليكم أن تنهضوا وتركضوا وتربصوا، انجوا بحياتكم. لا أستطيع الحراك. وأنا أيضا، الكثير من المثلجات. يا ويلي، نحن في مشكلة. أحدهم في مشكلة. ما المشكلة أيها العمدة؟ بارتاكس، أنا فاشل كعمدة لبلدة ليزي تاون، كل الأولاد يتناولون المثلجات. لا بأس إن أكلوا المثلجات من وقت إلى آخر، ولكنهم يسترقون في كل مكان ولا يلعبون. يبدون بطيئي الحركة اليوم، ولكنه ليس اليوم المناسب ليكونوا كسالة. تعال معي سوف أريك. وأنتم يا أولاد تعالوا. ما؟ أعرف ما تحتاجون إليه. لا أستطيع التحرك. هذه الفاكهة ستمدكم بالطاقة، هل أنتم مستعدون؟ رائع، هيا بنا. كما ترى، لكل بلدة مقياس للطاقة، مقياس للطاقة؟ عدد الناس الذين يتحركون، وقما يبدو فمقياسنا قد وصل. مستحيل. إن لم نفعل شيئا حتى الساعة الخامسة اليوم، ستلقب بلدتنا بالبلدة الأكسل. ولكننا لسنا أكسل بلدة على وجه الأرض. لا، لسنا كذلك. كيف نجعل المقياس يرتفع؟ علينا أن نتحرك. كم قد يكون هذا صعبا؟ علي فقط أن أتحرك. هيا 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 هيا، إنه يرتفع سبورتك. إن مقياس الطاقة يعلو. أرأيتم؟ إنه ينزل من جديد إلى صفر. لا تقلق أيها العمدة، أنا والأولاد سنبقى نتحرك. شكرا لك، ولكن هناك مشكلة صغيرة. ما المشكلة؟ كما ترى، يجب على الجميع أن يتحركوا. الجميع؟ أنا آت أنسة بزبادي. لا، أرجو المعذرة. لا، أنا آت أنسة بزبادي. إنها تنادي. يا رفاق، جاهزون لتتحركوا؟ أجل، فلنتحرك. لدي فكرة، لما لا نلتقي في الملعب الرياضي بعد 5 دقائق؟ أجل، اركضوا بأسرع ما يمكنكم. لما علينا أن نركض؟ من أجل مقياس الطاقة. أجل، هيا بنا. هيا بنا. مرحبا يا فتاة. لا وقت لدينا، علينا أن ننقذ ليزي تاون. توقف عندك أيها الولد الصغير. زيجي، هيا بنا. أنا آتي. زيجي، هيا بنا. لاحقا. ماذا؟ نحن في مشكلة. مشكلة؟ وعلينا جميعنا أن نتحرك. نتحرك؟ كي يبقى مستوى الطاقة عاليا، فلا نلقب بأكسل مدينة، وهذا مطلوب من الكبار أيضا. لا تتحرك. قلت مسابقة؟ ليس لدي ما أرتديه. مهلا، أجل، لا بأس بردائي الأحمر. سأكون في مكتبي أراقب مقياس الطاقة وأحمل الأثقال. ميلفورد، أنت رجل قوي حقا. يا رفاق، يا رفاق، هناك شيء قد يساعدنا لكي نتحرك. تلا. رائع، إنه دولاب للرياضة. وكيف يعمل؟ أولا تدير الدولاب فتخرج بطاقة تشير إلى نشاط ممتع. هل أنتم جاهزون؟ هيا أدير، هيا أدير. أنتم جاهزون؟ لنبدأ. القفز على الحبل. أنا بارع في هذا. هيا نقفز.
هيا. أوه ميلفورد، ما رأيك بهذا اللباس من أجل نشاطات رياضية؟ إنه جذاب جدا يا أنسة بزبادي. نعم أعرف هذا. ميلفورد، هل تتصبب عرقا؟ نعم، فهذا ما يحصل عندما تتمرنين. وهل تنتظر مني أن أتصبب عرقا؟ ميلفورد، كيف تجرؤ؟ يا ويلي، ما الذي قلته؟ واصل التحرك. لم أتحرك هكذا في حياتي من دون الذهاب إلى مكان ما. أنا أيضا. مرة أخرى، هيا بنا. هيا لنفعل هذا. لعبة جديدة. هيا تمارين السواعد. هيا بنا. هيا جاهزون؟ حسنا، سوف أوصل هذه المشكلة إلى العمدة. دعوا ميلفورد، أريد رأيك في هذه الثياب وهذه المرة، أخبرني الحقيقة. حسناً أنسة بزبادي، أنا أظن أنها لطيفة. أو تقول هذا وكأنك لا تبالي. ولكن يا أنسة بزبادي، لكن ثيابك ليست مهمة أبداً. كيف لك أن تقول هذا؟ ميلفورد، أنا مرتبك جداً. نعم. هؤلاء الأولاد رائعون، إنهم. عمي، ماذا حققنا حتى الآن؟ نكاد أن ننجح، استمروا. هيا. جيد، هيا يا رفاق، مرة أخرى. سيد روتن، هل هذان شربان؟ آسف، نسيت أن أحلق. يا عمدة، أريد أن أقدم شكوى رسمية وفي الحال. آسف سيد روتن، ألا يمكن لهذا الانتظار؟ نحن نتمرن كي لا نلقب بأكسل بلدة على وجه الأرض. أتعني بذلك أنه لدينا فرصة أن نربح هذا اللقب الرائع؟ نعم، ولدينا وقت حتى الساعة 5، علينا أن نكون مفعمين بالنشاط وإلا فلن ننجح. حقا؟ نعم. هذا يعني أننا قريبا سنصبح البلدة الأكسل على وجه الأرض. لا أتمنى هذا. ما من شكوى إذن؟ أنا شرير سعيد. حين نلقب بالبلدة الأكسل في هذا العالم، سبورتاكس الغبي سوف يشعر بإحراج كبير وسوف يترك ليزي تاون إلى الأبد. عمل جيد يا سيد روتن، حركاتك الحماسية ترفع مقياس الطاقة. ماذا؟ لن أتحرك من هنا مطلقا، لن تطرف عيني، لن أتنفس. أو سبارتاكس، هذا ممتع للغاية. نعم، إنه أفضل من الاستلقاء على الأرض ومعدتك ممتلئة. نعم، أنت على حق. هيا فلنتابع. أجل، نفعل هذا. أما الآن التزلج. رائع. هيا فلنبدأ. بكل قوتك، استدر أظهر مهاراتك، شمال يمين وفوق وتحت، حرك جسمك طوال الوقت وكأنك تلعب، حينها لن تتعب. على قدميك، افعل هذا مع الإيقاع. هيا افعل هذا. مع الإيقاع، هيا افعل هذا. ارمي الطابة، اركلها، لديك الطاقة لفعل هذا. تحرك بكل همة إلى أن تصل إلى القمة، وكأنك تلعب، حينها لن تتعب. على قدميك، افعل هذا مع الإيقاع. هيا افعل هذا. هيا اتبعني، فهذا سهل. على قدميك، افعل هذا مع الإيقاع. هيا افعل هذا. هيا
فلنرى. هيا هيا افعل هذا. افعل هذا. هيا اتبعني فهذا سهل. على قدميك افعل هذا. مع الإيقاع هيا افعل هذا. هل نجحنا؟ يجب أن يكون على مستوى قياسي. أجل سأذهب إلى مبنى البلدة وأتأكد من الأمر. هيا هذا رائع. هيا أسرعي. حسنا إلى اللقاء. لا بد من أنه وصل إلى المئة الآن. يا رفاق هيا تابعوا الحركة. فلنتابع فلنتابع. هيا هيا ستيفاني. يا للروعة نكاد أن ننجح. نعم ولكن ما زال الطريق طويلا أمامنا والوقت ينفد منا. هذا يعني أن هناك شخصا لا يقوم بأي حركات نشيطة. من قد يكون؟ باسي تابع التحرك عمي. نعم بالطبع سأبذل كل ما في وسعي. باسي من المفترض أن يكون الجميع نشيطا أليس كذلك؟ ستيفاني أنا أود المساعدة ولكنني لست بارعة أبدا في الرياضة. ولكنني سأساعدك. وهل تستطيعين؟ بالتأكيد. هذا متعب جيد. حسناً باسي سوف نبدأ بعد تمارين التحمية. حسناً فلنركض في مكاننا. الهاتف. ألو؟ ألو؟ أنسة بيزي بادي لقد لمست أصابع رجلي. كان هذا رائعاً. الآن؟ لا أصدق. باسي لقد أجبت على هاتفك بسرعة. حسناً الإجابة على الهاتف هو الشيء الوحيد الذي أبرع فيه. الشيء الوحيد الذي باسي لقد خطرت ببالي فكرة. حقاً هنيئاً لك. عمي باسي بارعة جداً في الإجابة على الهاتف صحيح؟ إذا ما علينا فعله هو الاتصال بهواتف البلدة فتهرع للإجابة. تعرفين أظن أن هذا الأمر قد ينجح. رائع سوف أخبر الآخرين. أرأيتم لدي قنينة ماء. الماء رائع. نعم لأننا نتحرك كثيرا يجب أن نشرب أليس كذلك؟ أرأيتم أنا يا رفاق باسي تحتاج إلى المساعدة. ما الأمر؟ بيكسل أريد خريطة لليزي تاون وحجيرات الهواتف فيها. سأفعل هذا. رائع زيكي اذهب إلى باسي وقل لها أن تأتي على الفور. حسنا سوف أذهب بسرعة. اذهب يا رفاق تابع التحرك. هيا بالتأكيد تابع التحرك. هيا سوف نبدأ تمارين السواعد. أجل السواعد مجددا. هيا الخريطة. إلى أين سنذهب؟ توقف عن دفع زيكي. اسمعيني باسي توجد حجيرة هاتف هناك. نعم. هناك وهناك. هل فهمت؟ كل ما عليك الآن هو الإجابة على الهواتف التي ترن. سأفعل ما في وسعي. نعم رائع. حسناً يا عمدة نحن مستعدون. نعم أتمنى أن تسمع الهاتف وهو يرن. بسرعة بسرعة بسرعة. هيا باسي هيا هيا هيا. هذا مذهل. أنا آتية. أنت بارعة آنسة بزبادي. هيا باسي هيا. أنا آتية. أجل أجل. ألو أنا بيزي. رائع آنسة بزبادي والآن سأتصل بالهاتف الثاني. رائع اذهبي يا بيسي إلى الهاتف التالي. هيا يا بيسي سوف تنجحين. أستطيع ذلك. أجل أجل اذهبي بيسي اذهبي. لن تنجحي في هذا ولكن ماذا لو نجحت؟ لست رياضية. إنها تركض. أسرعي أسرعي أسرعي. واو أحتاج إلى الماء. ماء. أنا لا أراها هل ترينها؟ لا أنا حقا عطشة. أظن أن باسي في مشكلة. أمسكي بهذا. حسنا الماء. أنا آت يا باسي. هيا سبارتاكس. لا. هذا سيساعدك. متأكد؟ أنا متأكد. هيا انطلقي. حسنا واصل التحرك. هيا باسي. أجل لقد انطلقت. أنا مرحبا. أكدت أن تنتهي آنسة بزبادي. بس اذهبي إلى الهاتف التالي. أيها العمدة اتصل. اتصال واحد بعد. سأذهب لكن إنه
أنا تعبانة. واصل الركض، واصل الركض، أجل هكذا يمكنك فعل هذا، هذا صحيح، أشعري بقوتك، تابع الركض، هيا يا فتاة، إنها تفقد التوازن، هيا تابع الدفع، تابع الدفع، هيا، هيا يا رفيقي، تابع الدفع، تابع الدفع، هيا، إنها تبتعد عنا، هيا أسرع، لما علينا نحن أن ندفع، هيا هيا هيا، سيارتي أنا، 14، تابع التحرك، تابع التحرك آنسة بزبادي، يجب علي أن أوقفها حالاً. نحتاج إلى المزيد. 13. بس في مشكلة مجدداً، وأعرف ما تحتاج إليه. بسي التقطي. علي الوصول إلى الهاتف. أوبس. أجل، أشعر بطاقة كبيرة جدا. 12. تتابع التحرك، بقي 11 ثانية فقط. أين هي؟ كادت أن تصل. أين؟ انظري، إنها هناك. لقد نجحت. نجحت. أسرعي أسرعي، هذا ليس كافياً. هيا المزيد من الحركة. هيا، إن مقياس الطاقة ينخفض. أنا أعرف الحل. سبورتاكس أرجوك. الركض، القفز، القفز السريع، رياضة التمدد، كرة السلة. عشر ثوان. حسنا، سوف أتولى الأمر. بسرعة. لا، يا ويلي. أجل. ثمان ثوان، تابعوا التحرك. هيا. سبع ثوان. ما زال منخفضا. ست ثوان. هذا ليس كافيا، تابعوا التحرك. يمكنني فعل هذا. تحركوا أسرع أسرع. خمس ثوان. لن ينجح في هذا. بل سينجح، فهو سبورتاكس. 4 ثوان. 3 ثوان. زيجي الخارق. كاد الوقت ينفذ. غلبت سبورتاكس. لقد فعلت، لقد فعلت، لقد ربحت، لقد ربحت، لقد ربحت. رائع سيد روتن، لقد نجحت، أنقذت ليزي تاو. لقد نجحت. أنا فعلت هذا؟ نعم، أحسنت روبي. لا تتحرك. هيا يا أولاد، فلنهنئه على نجاحه. لا لا لا، عمل رائع يا روبي. وأنت أيضاً أنت بزبادي. لا، كان هذا رائعاً. لقد فعلتها. اهتفوا لروتن. فليحيا روبي، فليحيا روبي. لا كلمة غريبة أغنيها.
لنرقص كلنا، الحركة تفيد جسمنا. ماذا لي؟ لي أنا؟ لن أتحرك أبداً بعد الآن. سأجلس هنا كتمثال إلى الأبد. حسناً. ألو؟ أوه، آسفة، رقم الخطأ.